لزياد، زياد مواليد 2000، وليد 2000 يا ولد يا ولد يا ولد يا زياد، عدت صالح، صالح يركنها، جول 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 جوه، جول، هدف اول للنادي الاهلي عن طريق الزئبقي، الزئبقي صالح نصر، لكن صاحب التمريره، صاحب الموال والروايه والحكايه اللاعب زياد الطارق يلعب تمريره بالمقاس وتحرك نموذج من اللاعب صالح نصر، يضع هدف اول للنادي الاهلي والهدف رقم 13 لصالح هذا الموسم. محمود صابر، فؤاد، من حازم عند كريم، كريم في الجانب الايمن، كريم يلعب ويعلق العرضيه عند النجار، يا ولد يا ولد يا ولد، الله على هدف التعادل، محمد النجار، يا ولد يا ولد يا ولد، والله عادل الضغط عليه، مش ممكن يا جماعه على الغلطه، مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن على الغلطه، غلطه دفاعيه قاتله من لاعب وادي النجار. محمد شكري اتلعبت في اتجاه صالح، قويه على صالح، مأمن كريم فؤاد، يضغط صالح، يا ولد يا صالح، عدى صالح، صالح يصوب ويسدد، جول 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 جول، جوه جول، هدف تاني للنادي الاهلي عن طريق اللاعب صالح نصر، صالح يضع هدف تاني للنادي الاهلي، يا ولد يا ولد يا ولد يا صالح، هدف تاني للنادي الاهلي، 2-2. منقولة بيعدي وبيفوت محمد اشرف، تتعامل العرضية، العرضية والرأسية لسه فيها خطورة، لسه عمرو، عمرو اوه، ترجع مرة تانية، حط ايده محمد جمال معاها وجول، جول اخيرا، بتمر الكورة، بتمر الكورة، جول جول جول، يعني نقوله ايه، جول، هدف من رحم الصعوبة، راحت وجت وخبطت في ايد الحارس وعلى طول بيسجل فريق النادي الاهلي، ترد في وسط الملعب، صلاح تتخطف منه انما ترجع للنادي الاهلي، الباك اليمين احمد سيد يلعب كورته لمعاذ، معاذ لرزق ناحيه اليمين، رزق يعني بيلعب كورته، فاتت وجول، فاتت وجول، الغلطه بورطه، فاتت بجول والغلطه بورطه، بيحاول على اللعبه دي من فتره كبيره قوي عمر رزق، ان كل كراته بيستلمها بشماله، حط الكوره، توقع ان على طول يعدي باللعبه اللي فاتت دي كابتانه من ورا اللاعبين او من ورا بالتحديد حازم، حازم ما ادركش الكوره صح، عدت من فوق دماغه على طول وهي نازله، ما استناش، حطها في المرمى، انما الحارس محمد جمال اختبر في اكتر من فرصه وبني مرمى بهدفين، وادي كابيتانو يا ترى هيعمل التالت، يا ولد والمتابعه، يا ولد والمتابعه والمتابعه، والله هدف كربون من هدف امبارح، الكوره بتاعت احمد حمدي في مباراه مع تونس لما عمل الكوره صدها الحارس ورجعت لكريم العراقي، شبهها تمام، مشابهه تمام هذه اللعبه، انما الثانيه كانت ركله ثابته ولعبها احمد حمدي، انما دي لمعه حلوه قوي، كابيتانو لعيب مهاري، نص ساعه بتمر من احداث الشوط الثاني والاهلي يتقدم، مواليد 2001 على نجوم المستقبل بثلاث اهداف لا شيء. محمود صابر ينطلق ينطلق، كان حط كره تسويبه من بعيد، وادي الدور ده صبر على كورته، استنى عليها، يعني تعلم الدرس من اللعبه اللي قبل منها، ادى نفسه فرصه وحطها في الزاويه الارضيه البعيده لمرمى محمد جمال، هدف جميل، صبر على الكوره محمود صابر، هدف حلو، استلمها بشكل كويس جدا وعدى وبيسجل الهدف في الدقيقه 30 من الشوط الثاني، كوره مع النادي الاهلي، اعتقد باللحظه واخرى ممكن نسمع للصفاره وما فيهاش تسلل، ورايح ورايح والخامس، الخامس، بيكافئ نفسه محمود صابر النهارده، بيسجل الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع، يتقدم النادي الاهلي
ومع الهدف الخامس يطلق الكابتن محمد خالد عبد الفتاح حكم اللقاء صفارة النهاية معلنا عن فوز فريق النادي الأهلي. يضغط مرة تانية وليد للنقيب، وليد يصوب ويسدد، جول. أول أهداف اللقاء يا وليد. حاول للمرة التانية وليد عطية يضع ضربة البداية، هدف أول وخطأ، خطأ من حارس المرمى. لعب أحمد عمرو، اتلعبت عند زياد إلياس، يلمس إلياس لضياء وحيد، ضياء مش عدى، يلعب عند ياسين، وسع لنفسه ياسين، مشي عدى، يصوب ويسدد، يا ولد حط يا راجل، جول. الفراشة بتاعت الجبهة اليمنى، فارس طارق، فارس الفرسان يضع هدف تاني للنادي الأهلي، عمل فوله على الكورة، تابع عدت مرت وقعت من حارس المرمى، مكمل فارس طارق، فارس فرسان الجبهة اليمنى للنادي الأهلي يضع هدف تاني للنادي الأهلي. فارس عدى، مر، فات، فارس العب عرضية، جول. كرم النقيب ينقب عن الهدف الثالث للنادي الأهلي، يبحث ويأتي بكل جديد كرم النقيب، مهمة البحث والتنقيب عن الهدف الثالث، يستطيع كرم النقيب، أنت تستطيع، واستطاع كرم النقيب يضع الهدف الثالث للنادي الأهلي. زياد بيضم للأطراف وللعمق ويدي مساحة، عدى عصام، جول. محمود عادل يضع هدف اول في اول خطأ، اول غفلة من لعيب النادي الاهلي. يلا الياس واحمد عمرو، الياس جول. جوه جول مصطفى الياس، يضع هدف رابع للنادي الاهلي. بكر لضياء، حضر النادي الاهلي، ضياء عايز يفتح زاويه يصوب، يعني رجليه عايز يصوب يا ضياء، اتلعبت من بكار، جول. هدف خامس للنادي الاهلي، العربي جمال بكل جمال يضع هدف للنادي الاهلي، هدف خامس للنادي الاهلي، خماسيه للنادي الاهلي، والعربي جمال يضع الهدف الخامس والهدف العاشر لهذا الموسم، عشان يعتلي تصدر هدافي البطولة.